السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين. ده أول يوم للقاء حضراتكم بعد رمضان وعيد الفطر مبارك، وكل سنة وحضراتكم طيبين. مشتاق لكم زي ما بيقولوا يعني. النهاردة الخميس 11 شوال 1443، 12 مايو 2022، 4 بشنز 1738. موضوعات عدة هتبقى مع حضراتكم النهاردة، بس خلينا وإحنا بنقرأ صحافة بكرة كده عندنا تصريح مهم يهم حضراتكم ويهمنا في المقام الأول، ويهم قطاع عريض جدا من الطلاب اللي يعني الامتحانات شغالة على يعني في الذروة خلال الأيام الجاية بإذن الله. الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية الحقيقة كان بيتابع النهاردة أو كان موجود النهاردة في احتفالية المؤتمر العالمي أو اليوم العالمي للتمريض، والحقيقة في كلام مهم قاله في هذا الإطار. لكن فكرة الحسم من عند الدكتور عوض تاج الدين وهو قامة طبية كبيرة وبحكم منصبه أيضا، قال إنه الموجة الخامسة لكورونا انتهت والوضع مستقر. حضراتكم هتقولوا احنا تقريبا بعد الحرب بتاعت او بعد الشغل اللي موجود دلوقتي في اوكرانيا وروسيا ولا اخره، فبالتالي ما حدش حاسس قوي بموضوع كورونا. لكن في ما زال الدول يعني النهارده وانا بكلم حضراتكم دلوقتي حالا لسه كوريا الشماليه مكتشفه اول حاله كورونا عندها، وفي استعداد، خلي بال حضراتكم، كوريا الشماليه مكتشفه اول حاله كورونا عندها، وفي استعدادات على قدم الوثاق لان الموضوع ما يمتدش ليبقى حاله تانية وثالثه وتتحول الى ظاهره. فده تخيل يعني، تخيل حضرتك احنا بنعاني من المساله دي تقريبا من فبراير 19 ولحد النهارده، او فبراير 20 لحد النهارده واحنا بنعاني من مساله كورونا، او فبراير 20. الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الصحيه والوقائيه، برحب بحضرتك يا دكتور. كل سنه حضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب وبخير ان شاء الله. الموجة الخامسة لكورونا احنا كده انتهينا منها بالفعل؟ احنا دلوقتي الحمد لله في حالة استقرار شديد في عدد قليل جدا من الحالات، حالات 90 او 92 منها في المية حالات بسيطة. حالة دخول المستشفيات والرعايات قلت جدا جدا، وده كرم كبير جدا من ربنا يعني الحقيقة، بعد مجهود مضني ودعم كبير سياسي، والبلد كلها طبعا عانت من هذا، لكن الحمد لله كان لنا تجربة رائدة وناجحة في ان احنا في الاخر رغم التحديات ورغم الاصابات ورغم الوفيات، لكن الحمد لله حاليا الامور مستقرة تماما. طيب يعني اقدر معلش بالبلد كده اقول ان مفيش موجه سادسه؟ لا ما نقدرش نقول كده يا استاذ جاب. ما نقدرش نقول ليه بقى؟ حضرتك الوباء ما زال عالميا، وفي دول بتسجل الاف الحالات يوميا في اوروبا وامريكا وبعض دول جنوب شرق اسيا. تمام. الصين فيها حالات زادت. وبعدين سيادتك احنا بلد كبيرة، بلد مفتوحة، بلد بيجينا زوار. يعني الاسبوع اللي فات مثلا دخل مصر ما يقرب من نص مليون بني ادم من جميع انحاء العالم. فسيادتك يعني انا بقول الكلام الصح قوي. ايوه. ان احنا في حالة استقرار. ايوه. حالات قليلة جدا. الموقف مسيطر عليه. ورغم ذلك كلنا على كل المستويات. بنعمل احتياطنا واحترازنا وبندرب الناس ونتأكد ان كل المعدات موجودة وكل المستلزمات وكل الأدوية لأي احتمال طارئ. لكن احنا اولا هو الفيروس ده هيبقى بعد كده فيروس متوطن في العالم زي فيروسات الانفلونزا او اي انفلونزا، فيروسات تنفسية. انما ايه اللي هيحصل في خلال الفترة اللي جاية لازم ننتظر حتى يسيطر على الوباء في العالم كله. وبالتالي هو مش مسيطر عليه بنسبة 100% في العالم كله. لا يا فندم. زي ما حضرتك تفضلت ان هو لسه في حالات، في الحاجة المؤكدة ان العالم ما زال في حالات وفي وفيات وفي رعايات وكل حاجة. انما الغالبية العظمى من الحالات نتيجة للتطعيمات واللقاحات ونتيجة للتباعد الاجتماعي والوقاية. عدد الحالات يعني على مستوى العالم قل نسبيا،
لكن الوباء ما انتهاش، ومعظم الحالات حالات بسيطة نتيجة للتطعيمات والوقاية. نسبة كام تم استهداف في التطعيمات في مصر يا فندم؟ احنا وصلنا نسبة كويسة قوي الحمد لله. شوف يا أستاذ جابر، هي دي ملحمة تانية. ملحمة تانية. النهاردة كنت في لقاء إلكتروني يعني عن طريق الإنترنت والفيرتشوال ميتينج مع الاتحاد الإفريقي. وفي لجنة عليا في الاتحاد الإفريقي مشكلة عشان إدارة موضوع كورونا. وأنا الحقيقة مختار، وبحكم يعني بحكم قدر مصر الحقيقة أنا نائب رئيس اللجنة. وبنجتمع تقريبا، يمكن الاجتماع لحد النهاردة اجتمعنا حوالي 30 مرة. تمام. طبعا ما تقابلناش شخصيا، لكن بنجتمع كأننا مع بعض يعني. وبنناقش كل الوضع الوبائي في أفريقيا وكل درجة شدة الحالات والمشاكل اللي بتواجهنا وتوفير اللقاحات والأدوية إلى آخره. حضرتك لحد النهاردة لغاية الساعة 6 بعد الظهر، أيوة، عدد الناس اللي اتطعموا في أفريقيا اللي هي تطلع مليار وتقريبا 400 مليون 17%. 17 مليون من أفريقيا. 17%. في المية. في المية. في حين احنا في مصر قربنا من 50%. 50%. في عندنا ناس كتير جدا خدوا الجرعتين. ايوه. في ناس، وفي ناس خدت الجرعه الثالثه، قربنا من 2 مليون. وفي حوالي قربنا من 35 36 مليون خدوا الجرعه الاولى. وما زال التطعيمات متوفره. جميع انواع اللقاحات اللي موجوده في العالم موجوده عندنا. الفرق التطعيم موجوده. مراكز التطعيم اللي بتتعدى ال 1300 موجوده في كل الاماكن. ودي كانت منظومه اخرى كلفت الدولة مليارات. بالإضافة للعلاقات الدولية القوية ساهمت أن أيضا نستقبل كمية من لقاحات من المؤسسات العالمية. وزي ما قلت لسيادتك، كل الأجهزة والمعدات والأدوية كلها متوفرة الحمد لله. يساندها حاجة مهمة جدا، كوادر بشرية كبيرة من الفريق الطبي، سواء اطباء او تمريض او قوه مساعده، تخدم هذا القطاع بكل امانه وكل حرفيه وكل يعني انتماء الحقيقه. ال 17% اللي حضرتك قلت عليهم بالنسبه لافريقيا، واحنا 50% بالنسبه لمصر تقريبا. واحنا على فكره من ضمن ال 17%. يعني اللي رافع النسبه في افريقيا هي مصر كمان. واحنا كنا بنناقش النقطه دي. طبعا سيادتك سمعت كثيرا على عدم اتاحه اللقاحات او ما سمي رسميا من منظمه الصحه العالميه بعدم عداله التوزيع. ايوه. ودي مشكله الحقيقه. ورغم ان افريقيا قاره فقيره، ورغم ان انما كان الفلوس اللي تمول الحصول على قدر كبير من اللقاحات كانت متوفرة، لكن ما كانش فيه لقاحات. طيب، لكن وضعنا مختلف تماما بالنسبة لمصر. احنا يعني ممكن اسأل سؤال برضو، يعني بالنسبة لنا وبالنسبة للإجراءات اللي أخدناها وبالنسبة للاحترازات اللي قمنا بيها، نصنف في مقدمة الدول الإفريقية اللي تم التعامل معها بنجاح في هذه الأزمة؟ احنا عندنا تجربة رائدة، يعني تجربة مصر في إدارة أزمة كورونا. مش احنا اللي بنقول، يعني عشان يمكن لما نقول ان احنا حلوين وكويسين وعملنا اللازم. تمام. الكلام ده سيادتك مصنف عالميا ومعروف لمنظمة الصحة العالمية ومعلن رسميا. واحنا بنعمل بكل شفافيه وامان، اصل ده يعني ده وباء عالمي. تمام. ومنتشر. محدش تمام. محدش هيخبيه. يعني يقول ولا محتاج يخبيه. محدش هيخبيه. والنجاح برضه محدش هيخبيه يا فندم. بالظبط. تمام. فهي تجربه يمكن يجي الوقت احكيها لحضرتك. بدات باستعداد من قبل ما يجي لنا ولا حاله كورونا. وده طبعا الحقيقه يعني حضرتك تفضلت وقلت ان ده ملحمه. هي ملحمه فعلا. كان يقودها ويرعاها وما زال لغايه النهارده سياده الرئيس. تمام. والحقيقه دوله رئيس مجلس الوزراء باجتماع اللجنه العليا لاداره الازمه المستمر
ومتبادل الخبرة والكلام فيها، هي دي الملحمة اللي استمرت وكل الدولة ساهمت فيها. دكتور عوض اللي ما خدش لقاح خالص ايوه ظنا منه انه يعني وانا اخد لقاح ليه وانا صحتي كويسه، ما انا ما عانيتش من كورونا، او عانيت مره واحده وخلاص وشوفي تماما ومش محتاج ان انا اخد لقاح، اللي ما خدش لقاح خالص يعمل ايه؟ انا بنصحه بامانه شديده انه يروح ياخد اللقاح، الدوله موفراه ودفع فيه فلوس ومنظومه بذل فيها جهد شديد جدا كله، هدفه الرئيسي تفتكر ايه حضرتك؟ هو حمايه صحه الانسان وحياه الانسان. طب هو لو الانسان نفسه مش حريص على صحته لا في الحته دي، انا مش عايز اقول مش حريص، اه انا عايز اقول ودي الحقيقه مش بس في مصر بس في العالم اه كله، اه في ناس بتخاف بتشكك يعني بلاش اقول انت راجل مهمل ومش عايز تتطعم اه وسايبها بالبركه والكلام ده كله، لا م. انا يعني من كلامي مع كثير من الاشخاص م. هي مش عمليه توكليه م. ولا يجب ان تكون كذلك، م. لكن في ناس لما تقول له روح خد حقنه بيخاف، مم. في ناس يقعد يسمع يقول لك اصل في ناس حصل لهم خدوا التطعيم صحيح في صحيح بريطانيا وحصل لهم كذا، صحيح فانا صحيح احساسي وبكلامي مع يعني اللي ما تطعمش. اهلنا ومرضانا ان في ناس بتخاف انها تاخد التطعيم، ولما جه فتره من الفترات وكان اجباري ان الناس تطعم عشان تعمل مصالح لها تمام او تخش الجامعات او المدارس تمام او تروح المصالح الحكوميه، يعني نص اللي كانوا خايفين واكتر جم ما حصلهمش حاجه الحمد لله، فهي رساله عن طريق حضرتك مشكورا، يعني كل ما بنزود نسبه التطعيم كل ما بنزود نجاحنا في هذه اللقاحات وناس بتاخدها بالجرعات المصروفه للفئات المستهدفه، كل ده ما بيزود مناعه المجتمع وبيقلل نسب الاصابات وحدتها وشدتها والحاجه لدخول المستشفيات، ويوازيها على التوازي الاجراءات الوقائيه والاحترازيه. طب اللي خد الجرعه الاولى وما خدش تانية وتالتة برضو لازم ياخد التانية والتالتة؟ الاول ياخد الثانيه اه وبعد 6 شهور من الثانيه هنشوف اذا كنا محتاج ياخد جرعه ثالثه ولا لا. لكن اللي خد الاولى يعني ضروري ان هو ياخد التانية والتالتة، يفضل كثيرا ياخد يفضل الثانيه كثيرا. الاول بس. طب ولو ما خدهمش برضو يا فندم حضرتك بتقول له لا ده هنبدا من صحيا؟ جديد بقى، اللي ما خدش خالص اه يروح يتطعم، ما التطعيم موجوده. اه تمام. طب سؤال يتعلق بالطلبه، واحنا امتحانات خلاص يعني على الابواب، وتقريبا الاسبوع ده هتبدا الاعداديه، الاسبوع الجاي ده على طول، وبعدين بعديها الثانويه والدبلومات وهو الى اخره. حضرتك في اي يعني في اطار التعاون ما بين الطب الوقائي او باعتبار حضرتك مستشار الرئيس للشؤون الصحيه والوقائيه وتعتبر مسؤول عن هذا الملف ووزارة التربية والتعليم، هل في نصايح أو هل في إجراءات متبعة أو هل في يعني زي السنة اللي فاتت كده مثلا كانت في بعض التشدد، السنة اللي قبلها كان في بعض التشدد أكتر، السنة دي برضو في تشدد ولا المسألة يعني شوف أنا عايز أقول فيها راحة حاجة، شوية؟ عايز أقول لسيادتك حاجة، السؤال ده مهم جدا، وطبعا إحنا عندنا ملايين الطلاب بيمتحنوا، وفي عز الأزمة يعني في الموجة الثالثة اللي كانت شديدة جدا الموجة الرابعة، الحقيقة الإجراءات الاحترازية اللي تبعتها وزارة التربية والتعليم والجامعات كانت رائعة، يعني كانت رائعة، يعني أولا التباعد، فرد الامتحان على مدة أطول عشان ما يبقاش فيه تكدس، تمام، حماية الداخلين الامتحانات بلبس الماسكات واستخدام المطهرات، أي حد مصاب بيتأجلوا الامتحان مع حفظ كل درجاته، أنا بقول لك على اللي حصل قبل كده، تمام. فدي كانت إجراءات رائعة. وما تنساش حضرتك إن السنة اللي فاتت كل امتحانات الجامعات اتعملت، الثانوية العامة بالآلاف المؤلفة منها اتعملت بأمان شديد جدا، والإعدادية اتعملت، إن شاء الله السنة دي هكون الدنيا أكثر أمانا وأكثر حرصا وأجيب نتائج كويسة إن شاء الله. طيب أنا السؤال الأخير، وأنا عارف إن أنا أجهدت حضرتك بعد ضحك الاجتماع شرفتنا المهم اللي شرفتنا بتاع اليوم العالمي للتمريض، بالنسبة للماسكات يعني إمتى أقول وداعا نهائيا للماسكات؟ لا أنا مش هقول وداعا نهائيا، أنا هقول
خلينا يبقى نوع من يعني السلوك الوقائي لنا جميعا، ان في لو حد عنده برد او زكام او انفلونزا او بيكح يلبس ماسك، لو حد داخل على حته فيها تجمع قد يكون واحد من الموجودين عنده اي فيروس حتى لو مش كورونا، او يكون عنده التهاب تنفسي، وعلى فكره ده بيحصل في بلاد كثيره جدا. تمام. فاحنا خلينا يعني النهارده احنا بقينا نتقابل، ناس كتير قوي ما بتسلمش، صحيح ناس كتير قوي بلاش صحيح الاحضان صحيح، والقبلات والاحضان والحاجات دي قلت قوي. وبقت صحيح سلوك صحيح صحيح بيهيفير صحيح عندنا. صحيح. ما ليه ما نستمرش كده كنوع من الوقايه حضرتك؟ فالماسكات عمرها ما تكون وداعا، كم تبقى يعني خلينا لسه زي ما قلت لحضرتك احنا كويسين وعملنا شغل حلو قوي والنسب قلت جدا لكن خلينا نمشي في طريق الوقايه حتى نتفادى اي مخاطر، خصوصا بقى مين، خصوصا كبار السن، خصوصا الاطفال، خصوصا اللي عنده مرض مزمن ربنا يشفيه، لكن دول بيكونوا اكثر عرضه للامراض المعديه، واللي اهم من كده بيكونوا اكثر عرضه للمضاعفات. تمام. حضرتك في البدايه شكرت الـ 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 الاطباء والفريق الطبي، وكنت النهارده في اليوم العالمي للتمريض، والحقيقه كل الشكر للتمريض وللدكاتره وللاطقم الطبيه كلها. بيبقى في حادثه كده اخيره، او حادثه من يومين، او حادثه من شهر، او في خطأ طبي لطبيب ما، او وفاه مريض، او الاخره، فبالاسف بناخد ده وبنشكك في المنظومه كلها. يعني معلش رد حضرتك على هذا الامر انا مش هتكلم عن هذه برؤيتك. الواقعه لان الواقعه دي في النيابه حاليا. تمام. لا انا ما بتكلمش على، انا بتكلم على الاخطاء الطبيه عموما في فرق كبير جدا. ايوه جدا ما بين الاخطاء الطبيه والمضاعفات الطبيه. تمام. خدت بال سيادتك؟ تمام. في حاجات في العالم معروفه بتحصل وقد تكون نادره. انت بتعمل استعداد ليها ولا لا؟ بتتعامل معاها ازاي ولا لا؟ بتضع الاساليب الوقائيه عشان ما تحصلش ولا لا؟ لكن ساعات بتحصل حاجات ليست خطا طبي لكن قد تكون مضاعفات طبيه. اديك مثلا. اتفضل. سيادتك تسمع على دواء اسمه البنسلين. تمام. من اكفأ المضادات الحيويه. تمام. من اكثر الادويه في العالم اللي عملت حساسيه وقد تكون حساسية قاتلة. تمام. فأنت لازم تعمل للعيان اختبار حساسية، تديله الوقاية، تبقى مستعد لو حصل حاجة تتدخل. تمام. أكتر حاجة الناس بتاخدها في العالم إيه يا أستاذ جاب؟ المضادات الحيوية. الأسبرين. يعني يمكن ما فيش بني آدم في العالم ما خدش أسبرين. صحيح. الأسبرين ده من أخطر الأدوية اللي ممكن تعمل حساسية وممكن تعمل نزيف، وفي ناس اللي عندهم استعداد للربو الشعبي يجيب له أزمة حادة وشديدة نتيجة للأسبرين. ده لو اتاخد بدون سبب. في ناس كان زمان ده الأسبرين زمان كان بيتباع في اللي هو الأزرق، اللي هو الأزرق الزمان. أيوة ده ريفو. كان ريفو يا فندم؟ بالظبط يا فندم، بتاع الشركة العربية. فحضرتك واحد خد قرص أسبرين، وفي ناس كانت بتاخد قرصين. فجأة حصل له ارتكارية شديدة في جسمه وجسمه نفخ وكده. طبعا في ناس كتير هنقول مثلا كل دي أمثلة يعني تخيلية. حصل له حساسية شديدة، ممكن من الأسبرين كل يوم مش كل شهر 1000 واحد مثلا يجي له، هتلاقي 80-90% من الحالات دي تاخد دواء ضد الحساسية أو تاخد مركبات كورتيزون وتتحسن. لكن في حاله ياخد دواء معين ويجي له ما انا اسميه انافيلاكسس. انافيلاكسس يعني صدمه نتيجه الحساسيه شديده وعنيفه. وبيحصل حالات وفاه في العالم كله. هي نادره لكن بتحصل. ف ساعات يتعمل عمليه جراحيه. لو رحت اكبر مراكز طبيه في العالم. يقول لك انا هعمل لك، انا اشتغلت بره اشتغلت بره في تدريب وبعثات وسمعت هذا الكلام قدام عينيا لزملاء لنا.
يقول له انا هعمل لك العمليه الفلانيه، حضرتك هنعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين هيحصل لك مضاعفات 1 2 3 4، تمام. وبعدين انت ممكن تعدي بنسبه 85%، يبقى ال 15% ايه؟ هتبقى سيادتك. تمام. ايوه، اذا كنت موافق على الكلام ده امضي، اذا كنت مش موافق قول لنا. فحضرتك ولما يكون حد في حاله عاجله او حاله شديده او طفل صغير او حد فيه لا وعي، بيمضوا اهله على هذا الكلام. تمام. فانا نفسي يعني التفاعل بيننا وبين بعض، لان انت في الاخر قد تيجي في لحظه من اللحظات تخوف الفريق الطبي انه يعمل حاجه. صحيح. تقول له يعني، يعني واحد بيجي يقول لي انا الدواء ده ممكن يعمل لي حساسيه، اقول له طبعا دواء موجود ومستخدم، وتلاقي جوه مكتوب ان هذا الدواء ممكن يعمل حساسيه. فحضرتك يعني انا بشكرك على اشاره هذا الموضوع بصفه عامه، وبشكرك على شكر الفريق الطبي. لا ده على راسنا يا الاطباء، على راسنا، على راسنا. وانا النهارده شكرت يعني زميلاتي وزملائي هيئه التمريض اللي بيعملوا معانا على مدى العمر في جميع المواقع، سواء الجامعيه والطبيه، لان الحقيقه هم بيبذلوا مع بقيه اعضاء الفريق الطبي والاطباء مجهود، وكان يعني الاداء في خلال فتره كورونا الحقيقه يعني فوق طاقه البشر. برافو. طبعا استحملنا العيانين، تمام، واستحملنا اهل العيانين، واستحملنا الخوف والرعب من العيانين، اصيب حالات كتيره جدا بكل تداعيات المرض. صحيح. حوالي 700 طبيب ماتوا، وعدد 700 طبيب لحد دلوقتي. 700 طبيب. فاشكرك، والاعلام الحقيقه يا استاذ جابر كان ليه دور كبير جدا 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 في التوعيه. تمام. فاحنا كنا المنظومه والملحمه اللي بقول لسيادتك عليها المصريه، كانت تستحق وتستحق كل الشكر والتقدير. وكمان لانه الملف بيديره طبيب عظيم، وله تاريخ مشرف. الله وانا مش هتكلم على ان حضرتك كنت وزير سابق، لانه يعني شخصيتك في المجتمع ووجودك في العمليه الطبيه في مصر والعمليه الصحيه في مصر شيء صحي ان يكون عندنا دكتور عوض تاج الدين. فانا بشكر حضرتك شكر جزيل. الله يخليك، وانا من خلالك بشكر السيد الرئيس، بشكر السيد رئيس مجلس الوزراء، لان الحقيقه دعمهم ودعم سياده الرئيس من اول لحظه من قبل ما يجي الوباء كان دعم لا محدود، سواء بالمتابعه بتوفير كل الاجهزه والمستلزمات المطلوبه، كل الادويه. قبل ما يجي الوباء سياده الرئيس خصص 100 مليار جنيه مصري لدعم القطاع الصحي. القطاع الصحي خد دعم مالي ونفسي وكل الامكانيات اتيحت خلال السنتين اللي فاتوا بما لم يحدث من قبل ذلك في كل تاريخ. تمام. بشكرك يا فندم شكر جزيل الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية. والحقيقة يعني خليني أزيد الاحترام احترام للدكتور عوض تاج الدين، لأنه احنا برضو في حتة كده ساعات بيسموها كده الجلالة تاخدنا بالبلد كده، يعني نيجي نتكلم في موضوع تبص تلاقي ان منفتحين على الموضوع وبنتكلم بقى كاننا ايه يعني لو بنتكلم على الاطباء كاطباء. شوفوا انا بكلمه على الموضوع، ولا ذكرت اسم مارينا صلاح، ولا ذكرت اسم المستشفى، ولا ذكرت اسم الخطا الطبي، ولا ذكرت، انا مجرد ان انا بقول له في كذا كذا، فهو راح ردد عليا قال لي ده قدام النيابه. اتكلم زي ما تشاء، زي ما انت عايز، اتكلم على مشكله ما. لما يجي الموضوع قدام النيابه نصمت، نسكت، ننتظر. مش بقول نسكت يعني نسكت جبرا، لا، نسكت علما، نسكت خبره، نسكت لافساح المجال للعداله. فبالتالي لما يكون عندي موضوع زي مارينا صلاح
اقول ننتظر نقول انه في مستشفيات فيها مشاكل جوه، وفي بعض يقول ان في فساد، بعض يقول ان في زي ما دكتور عوض تفضل انه وفي ضعف امكانيات، وفي كل ده موجود في اي مستشفى وفي العالم مش هنا بس يعني. لكن لما تيجي تتكلم عن القضيه دي او قضيه غيرها او الاخر في نيابه، ففكره الاتهام الصريح على انه في كذا كذا، استنى النيابه بقى في حاله، ده موضوع جنائي. اختنا مارينا توفت بتعمل عمليه كذا، وزوجها بيقول كلام، واخو زوجها بيقول كلام، وعيلتها بتقول كلام، وممكن من الناحيه الثانيه احنا ما سمعناش راي المستشفى خالص ولا سمعنا راي حد، وممكن حد في المستشفى احنا كلمناه قال لك لا احنا تمام وزي الفل وما عندناش مشاكل، واختبار الحساسيه ومش اختبار الحساسيه وبتاع. لكن احنا يعني خلينا في المسائل اللي زي دي نحترم الجهات المعنيه. فبالتالي الموضوع قدام الايه؟ قدام النيابه. لكن هاخد مارينا صلاح اللي قدام حضراتكم صورتها دي، وهاخد شيرين ابو عقله، الاثنين حدث في اسبوع واحد انه مارينا توفت وشيرين توفت. هنا بيقولوا ان دي استشهاد وده استشهاد، لانه ده خطا طبي فبالتالي ممكن نطلق عليه شهيده لانها كانت بتعمل عمليه وهو الاخر ينطبق عليها مسار الشهاده. وشيرين ابو عقله شهيده وبتاع، لكن صكوك الرحمه هنا اشتغلت. انا واحد من الناس تعرضت ليها يعني كتير جدا تعرضوا ليها، وانت بتكتب على السوشيال ميديا مارينا صلاح ربنا يرحمها رحمه واسعه، يروح داخل عليك واحد يقول لك يا عم انت بتترحم على مين؟ دي مسيحية ازاي تترحم عليها؟ لا يجوز ان تترحم عليها لانها مش هتخش الجنة على طول. انت واخدين بالكم من السكوك اللي موزعة؟ واخدين بالكم من المنهج الخطير اللي احنا مصممين ان احنا يعني انت تتجوز مسيحية ماشي، تخلف من مسيحية ماشي، ممكن تتعامل مع مسيحيين وتاخد ممكن تشتغل عند مسيحيين وممكن وحياتك كلها تكون قائمة على الشغل مع المسيحيين ومفيش مشكله، تعمل صفقات وتعمل مش عارف ايه وتعمل ايه ومفيش مشكله، تشتغل في شركه عند واحد مسيحي وبتاع وكلام من ده وتقبض وبتاع وكلام من ده وحياتك كلها قائمه على الفلوس بتاعه المسيحي ده مفيش مشكله، لكن اما المسيحي ده يموت ما تترحمش عليه. ايه توزيع السكوك ده؟ ما هذا الهواء الفاسد؟ احنا وصلنا لمرحله خلاص يعني خلاص تخطينا فكره انه ما تقولوش كل سنه وانت طيب، بقينا بناخدها بتهريج، بقينا بناخدها كده يعني يا اخوانا عيب كده، والله العظيم عيب كده، عيب كده، ما تقولوش كل سنه وانت طيب في الاعياد بتاعته. طب هو لو قال لك كل سنه وانت طيب في عيدك تقبلها؟ يعني هو لو قال لك كل سنه وانت طيب في عيد الاضحى وعيد الفطر وعيد تقبلها؟ لكن انت لو قلت له كل سنه وانت طيب في عيده لا تقبل، لا يجوز انك تقول له، لكن يجوز ان هو يقول لك. ما هذا يا اخوانا؟ ما هذا؟ ما هذا يعني؟ عماد حسين، عماد الدين حسين زميلنا العزيز كاتب مقال بكره في الشروق بيتكلم عن المسألة دي، وحاطط ربنا يرحم طبعا مارينا صلاح وإن شاء الله العدالة تاخد مجراها والقضية يعني وبنعزي زوجها وأسرتها كلهم. في شيرين أبو عقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي شيرين ابو عقله استشهدت. طيب هي شهيده هنا، مش احنا بنقول ان الشهداء يدخلوا الجنه؟ ده يعني شهداء مش كده؟ في القران بيقول كده، ويعني وكل ما تسال واحد في الـ في الـ في الـ يعني خلاص نحسبهم عند الله شهداء. السكوك هنا، لا ازاي تقول على شيرين ابو عقله ربنا يرحمها؟ ازاي ربنا يدخلها الجنه؟ مش هتخش الجنه، مش هتورد على جنه. من قال هذا يا اخي؟ يقول لك الدين مين بس؟ دين مين؟ فسر لي. المشكله ان اللي عماد حسين بيقوله دلوقتي ان هذا الامر خرج من المعنيين بالامر اللي هم فقهاء الدين الى الناس العاديه. الناس العاديه بقت بتتكلم في المساله دي عادي، وكان خلاص احنا بقينا بنفتي، كل واحد بقى بيفتي. انا لا يحق لي ان افتي في الدين، انا بتكلم في سلوك الحياه، انا بتكلم على الانسان. ما ساله الدكتور مجدي يعقوب وده مثلا عمل اكتر من 200 حوار، كل حوار يسالوه بيقولوا عليه كذا كذا كذا، يقول لهم
انا اتعامل مع الانسانيه ولا اتعامل مع الاديان. ارجوكم يا جدعان، ارجوكم، احنا هذا هواء فاسد من ضمن هواء نقي كبير احنا بنعيشه. فرجاء يعني ناخد بالنا من المساله دي، وبلاش احنا ك غير متخصصين ننزلق الى هذا الامر. رحم الله الجميع، رحم الله الجميع، رحم الله الجميع، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي عنده القرار في الامر، ده يخش الجنه ولا ده يخش النار، ده عند ربنا، التقييم ده عند ربنا مش عند العبد. فاصل وارجع لحضراتكم. عدنا لحضراتكم. في صحافة بكرة هنلاقي الخبر الرئيسي، الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل بمشروعات العاصمة الإدارية وفق التخطيط الزمني، والرئيس يتابع الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية بالعاصمة الإدارية، خاصة مقر القيادة الاستراتيجية ومسجد مصر. نفس النظام بالنسبة لصحيفة الوطن، بالنسبة لنظام صحيفة الدستور، نفس النظام بالنسبة لصحيفة الأهرام الأخبار. ومعانا لإلقاء الضوء أكثر على طبخة الصحافة بكرة الأستاذ إبراهيم أحمد، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة اليوم السابع من مقر الصحيفة، يقول لنا بكرة أو الصحافة بكرة ماشية إزاي، اتجاه الصحيفة بكرة ماشي إزاي، إيه أهم الأخبار اللي تم الاهتمام بيها. يا أستاذ إبراهيم مساء الفل. أستاذ جابر مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. ربنا يخليك يا فندم. أخبارنا إيه بكرة؟ الطبخة إيه بكرة؟ أخبارها إيه؟ والله يا أستاذ جابر إحنا الطبخة عندنا في اليوم السابع زي ما حضرتك متعود طبخة مختلفة شوية، ويمكن أهمها طبعا زي ما حضرتك ذكرت إن الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل بمشروعات العاصمة الإدارية وفق التخطيط الزمني المخطط ليها. الرئيس تابع الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المشروعات الضخمة والعملاقة داخل العاصمة الإدارية. إن إحنا هنا بنتكلم وبنؤكد إن مصر دولة قوية واقتصادها قوي وصلب واقف على رجليه، رغم إن الأحداث الاقتصادية اللي بتشهدها العالم كله واللي اتأثرت بها دول عالمية كبيرة، لكن إحنا في مصر الدولة اقتصادها قوي. خريطة الإصلاح الاقتصادي اللي بدأناها منذ سنوات إحنا حاليا بنجني ثمارها الآن تمام في مصر، من مشروعات قوية ومشروعات عملاقة لسه مستمر العمل فيها حتى هذه اللحظة، لم يتوقف في أي عمل في أي مشروع قومي أو ضخم داخل مصر. وده بيؤكد على صلابة وقوة الاقتصاد المصري اللي أشارت به مؤسسات اقتصادية كبرى عالمية على مستوى العالم. عندنا طبخة تانية ومهمة جدا للسادة المشاهدين، الثانوية العامة وامتحانات الثانوية العامة. النهارده تقريبا فيما يقارب من 550 ألف طالب في مرحلة الصف الثاني الثانوي أدوا امتحان اللغة العربية بكل هدوء ووفق الإجراءات الاحترازية، زي ما حضرتك كنت بتتكلم من شوية مع الدكتور عوض تاج الدين. الدكتور عوض تاج الدين وذكرنا فعلا الاجراءات الاحترازيه. احنا رصدنا دوت محررين اليوم السابع في لجان الامتحانات على مستوى المدارس، طلبه داخلين بالكمامات وملتزمين بالاجراءات الاحترازيه مظبوط تمام جدا. لكن في يعني بعض العقبات البسيطه اللي حصلت النهارده في الامتحان، ان في عدد من الطلبه اشتكوا ان هم ما عرفوش يدخلوا على السيستم. في طبخه تانية عندنا مهمه جدا بنتكلم فيها. اتفضل. لا معاك اتفضل. طيب في طبخة تاني عندنا برضو في عدد اليوم السابع بكرة، عن بنتكلم عن تشريع نيابي لدعم حقوق ذوي الهمم، ده أمام مجلس الشيوخ اللي هيناقشوا مجلس الشيوخ يوم الاثنين القادم في الجلسة اللي هتنعقد. تمام. ده مشروع مهم جدا هيناقش فيه يعني كل سبل الدعم اللي احنا هنوفرها لذوي الهمم. المشروع دوت بيتكلم عن ان احنا هنغير او هنعدل المسمى بتاع صندوق دعم الاشخاص من ذوي الاعاقه الى قادرون باختلاف. ايوه يعني وفق التوجيهات يعني ما فيش حاجه اسمها بقى ذوي الهمم وذوي الاعاقه ومتحدي الاعاقه، هيبقى قادرون باختلاف على طول، كل المسمى ده هيتغير. قادرون باختلاف ودوت
مظبوط مظبوط، ده مشروع بيوفر للذوي الهمم كل سبل الدعم وكل السبل الممكنه لرعايتهم ولتفوقهم. المشروع دوت بيتضمن بنود معينه ابرزها ان هو تمويل بناء وتشغيل مستشفيات ومراكز صحيه خاصه لهؤلاء الشباب وهؤلاء ذوي الهمم، وكمان ان احنا نوفر لهم ونساعدهم على المشروعات التنمويه. تمام. المشروعات الصغيره. تمام. المشروعات المتناهيه الصغر. تمام. المشروعات ديت بحيث ان انا اقدر اوفر له حياه كريمه واوفر له يعني شغل مناسب لهؤلاء ذوي الهمم. تمام. وان شاء الله يوم الاثنين زي ما قلت لحضرتك مجلس. تمام. الشيوخ هيناقش المشروع القانون ده. تمام. خليني انا هاخد حضرتك لقضيه، لانه في باعتبار ان حضرتك يعني انت يعني لسنين طويله انت كنت بتغطي وزاره الداخليه على ما انا متابع، يعني اذا كان ده حقيقي بالنسبه لي. مظبوط طبعا، اشتغلنا مع بعض سنين. يشرفني. موضوع مستريح اسوان، الراجل اللي جمع 269 مليون جنيه ده، احنا لسه بنثق في المستريحين دول؟ يعني احنا مش عارفين نقلق من المستريحين دول خالص، يعني ايه يعني طب انا عايز ابقى مستريح مصر الجديده، اعمل ايه يعني؟ ما هو المستريح دوت بيقدر ان هو يخاطب المواطنين اللي هم عقولهم بسيطه او ان هم تفكيرهم بسيط. انت معاك فلوس، تعال هات فلوسك اشغلها لك وهدي لك ربح كبير وهدي لك نسبه ربح عاليه جدا. بيقدر يخدع اللي قدامه ويوهمه ان هو بيديله نسبه. انا بتكلم يا استاذ ابراهيم على التكرار من يعني على التكرار. الموضوع اتكرر قبل كده والناس اتمسكت قبل كده، ومع هذا برضو الناس لسه بتصدق بعد كده. طب يعني انت من وجهه نظرك ايه الحل للموضوع ده؟ الملف ده ماله كده بيزيد؟ الحل توعوي اكتر، ان احنا يعني حملات توعيه اكتر للمواطنين. ان احنا ننشد المواطنين دوت ان احنا الدوله نفسها بتوفر لك مشروعات استثماريه ضخمه. عندنا البنوك موفره شهادات استثماريه عاليه جدا بفايده 18%. يعني دي شهاده برقم ضخم جدا، عائد. ده عائد استثماري احسن من المستريح. وفلوسك مضمونه في البنوك المصريه في الدوله، مشروعات استثماريه ضخمه، وربح كل اول شهر بيجي لك من البنك، حاجه احسن من المستريح واحسن من ما تقع في فخ مسيرة نصاب يلم كل هذه الملايين الجنيهات ويضحك عليك. يا رب يا رب شهر او شهرين يا رب الناس، وبعد كده اصل انا عندي ازمه. فاحنا عندنا الدوله المصريه مهتمه بمشروعات استثماريه زي ديت، روح وظف فلوسك فيها. استاذ يعني ابراهيم دي احلى لك مليون مره من المشروعات. لا يعني انا اتمنى ان الناس تكون اكثر وعيا في هذا الاطار، لان الحقيقه يعني الناس مش ناقصه انه واحد يضحك عليها وياخد فلوسها وبعدين يوعدهم وهو مجرد مواطن اصلا مش لاقي شغل او ظروفه الماديه يعني تعبانه، فهو يروح يسرح بقى بالناس ويقول لهم اعمل كذا واعمل كذا. طب وبعدين هو اي مظبوط، هو وصل لفئه بسيطه قدر يضحك صحيح عليهم ان صحيح انا هشغل لكم فلوسكم وهديكم ربح عالي، وقدر صحيح ينجح في دوت. صحيح. وان شاء الله يبقى في حملات توعيه اكتر يا للناس. يا رب يا رب. استاذ ابراهيم احمد رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، بشكر حضرتك شكر جزيلا استاذ ابراهيم، واتمنى لحضرتك كل الخير والاحترام والتقدير لزملائنا في اليوم السابع، لهم منا كل الاحترام. طب هروح برضو للاهرام ومعانا الاستاذ بدوي نجيلة، يعني واحد من الصحفيين الهمام قوي. يعني انا في الاهرام، بس مش في الاهرام اليومي طبعا، انا في الاهرام العربي، لكن الاستاذ بدوي نجيلة ده واحد من الناس يعني اللي ماسكين قطاع الاسكان بقالهم فتره كبيره وليه وضع كبير في الملف ده. ويعني بكره طبعا العدد الاسبوعي للاهرام، بس خلينا ناخد الاستاذ بدوي كده في حته. هو بالنسبة لك كمحرر في الإسكان والملف ده معاك من زمان، إيه آخر خبر ممكن تتكلم عليه بالنسبة للإسكان؟ برحب بيك يا أستاذ بدوي، يا مساء الفل. مساء الخير يا أستاذ جابر، صديقي العزيز، كل سنة وحياتك طيب وكل السلام. مشاهدينك بخير إن شاء الله. تقول لي كده اتغششتي؟ والله بالنسبة
يعني عندي اكتر من خبر حصري هيكون لبرنامجك ان شاء الله. اتساقا مع الخبر اللي حضرتك عرضته دلوقتي واللي نازل الخبر الرئيسي في الاهرام بكره واعتقد في كل الصحف الخاص بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء ايهاب الفار رئيس الهيئه النسائيه للقوات المسلحه، تمام، والدكتور امير سيد احمد مستشار رئيس التخطيط العمراني، تمام، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع ابداع للرخام، تمام. يمكن الرئيس كان طالب انه ننفذ المشروعات في المواقيت المحدده ووفقا للتخطيط الموضوع، لانه مشكلتنا في مصر في الكثير من المشروعات السابقه ان احنا عند التنفيذ ما كناش بنلتزم بالتخطيط، تمام. فالرئيس وجه بكده لازم نلتزم بالتخطيط الموضوع ما نغيروش اثناء التنفيذ، وفي نفس الوقت لازم يكون في اتساق مع التخطيط العمراني ومع التنسيق الحضاري اللي بيتم فيما يختص بالطرق والمحاور والاحياء المختلفه. النهارده يمكن انا كنت في شركه العاصمه الاداريه الجديده، كويس، التقيت اللي هو مجدي امين رئيس القطاع العقاري في شركه العاصمه الاداريه الجديده. العاصمه الاداريه الجديده مساحتها اصبحت حاليا 237 الف فدان. العاصمة الإدارية يعني مساحتها 237 ألف 237 ألف فدان. فدان. دي طبعا لما أعلن عن العاصمة الإدارية كانت مساحتها 180 ألف فدان، تم إضافة 40 ألف فدان ليهم ليها من حوالي أكتر من شهر كده. الحديث بقى إنه تم إضافة 13 ألف فدان، يمكن المعلومات دي ما اتنشرتش بكثرة يعني، تمام، لكن الخبر الإضافة الأخيرة دي لم تنشر بعد، دي خبر حصري لحضرتك، إنه مساحة العاصمة أصبحت 237 ألف فدان. المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة 40 ألف فدان، المساحة المطروحة للبيع 24 ألف فدان، بعنا لغاية دلوقتي منها 18 ألف فدان فقط، وفي 6 ألف فدان مطروحين للبيع في المرحلة. حلوة قوي التفاصيل دي يا أستاذ بدر من العاصمة الإدارية، أشكرك على التفاصيل دي، أشكرك. يمكن برضو عاوز العفو أستاذ جابر، يمكن بس الناس كتيرة ما تعرفش الفرق بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وجهاز تنمية العاصمة الإدارية. شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية دي الجهة المالكة للعاصمة الإدارية الجديدة اللي هي بتبيع الأراضي وبتنمي العاصمة بشكل عام. تمام تمام. جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة ده جهاز يتبع وزارة الإسكان، بدوره إصدار تراخيص المشروعات اللي بتتم، وكمان وزارة الإسكان عاملة 2 حي سكني داخل العاصمة، الحي السكني R3 اللي هو الحي الثالث، والحي السكني الخامس R5 اللي هو جاردن سيتي الجديدة. برضو حضرتك اتساقا مع أخبار وزارة الإسكان، كنا بالامس يعني كنت حاضر لقاء او اجتماع بين الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الاسكان لشؤون البنيه الاساسيه ومسؤول شركه سيمنز العالميه. مسؤول شركه سيمنز العالميه جم طلبوا الاجتماع مع الدكتور سيد، وهو حدد لهم الميعاد امس وانا كنت موجود. تم العرض على الدكتور سيد انه شركه سيمنز تتولى تطوير قطاع المرافق في الجمهورية بشكل عام عن طريق أجهزة حديثة لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، لتطوير المحطات، أجهزة برضو لتقليل أو القضاء على فكرة الفاقد من المياه. برضو فيه أجهزة حديثة هتتعمل يعني زي ما يقول غرف مركزية كده في الشركات، معروف طبعا كل محافظة فيها شركة مياه وصرف صحي. فلما بتحصل أزمة في الشارع اللي بيحصل دلوقتي إنه مسؤول الشركة بيقعدوا يجروا كده على المكان اللي فيه الأزمة وحاولوا حلوه من الموقع، فبالتالي بيكونوا تحت ضغط الشارع، لو كان فيه مطرة لو كان فيه غرق بالمجاري أو كده ما بيكونش القرار متخذ في ظروف طبيعية، فممكن القرار اللي يتخذ ما بيبقاش صح. لكن لما تكون في غرفة عمليات مركزية مجهزة بأحدث الأجهزة، تمام، بتخليك تاخد القرار وانت في هدوء وقيادات الشركة موجودة. ده يمكن برضو الأمر ده بيتبناه الدكتور سيد إسماعيل وهيتم الفترة اللي جاية، تمام. برضو بيوضعوا استراتيجية كاملة لإدارة قطاع المرافق والبنية الأساسية في جمهورية مصر العربية. تمام. الطبخة اللي حضرتك قلتها دي طبخة يعني الحقيقة من 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 كذا اتجاه، ومبسوط جدا بتمكنك، يعني انت متمكن جدا من الملف اللي انت ماسكه ده، الحقيقه بيبقى شيء مهم
شيء بيسعد الواحد انه بيبقى في زميل متمكن من الملف اللي هو ماسكه، يعني بيبقى مرجع. يعني انا دلوقتي لما بيكون في حاجه في الاسكان ما فيش مانع ان انا ارفع سماعات التليفون واكلم زميلنا بدر منجيله واقول له ايه اخبار الاسكان، في حاجه هنا معموله، في حاجه هنا معموله. وده الحقيقه من 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 شيمه زملاء كتير في الصحافه، يعني في صحفيين بعينهم كده الاقيهم مسؤولين عن هذا الملف، يعرفوا كل صغيره وكبيره في هذا، وده ينطبق على زميلنا الاستاذ بدر منجيله وهو بيغطي ملف الاسكان. خليني اخد فاصل تاني وارجع اكمل مع حضراتكم في بعض القضايا اللي موجوده. رب السماوات الله 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 الله. احنا صغيرين كان بتبقى كده في مبارزة جمالية، كنا ناس تحب تسمع أصوات معينة زي فضيلة المرحوم الشيخ عباس عبد الصمد، وناس تحب تسمع زي فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وناس تحب تسمع زي فضيلة الشيخ المنشاوي، وناس تحب تسمع فضيلة الشيخ الحصري، وهكذا. لدرجة انه احنا كنا في معزوفة جمالية في الريف، لدرجة احنا كنت تتحود على الغيطان تلاقي اللي بيحب الشيخ الطبلاوي جايب الحجارة زمان الكبس الكبيرة دي وحطتها في الراديو ترانزستور بتاعه ومعلي بيتباهى بالشيخ الطبلاوي. اللي بيحب الشيخ مصطفى اسماعيل يعمل كده، اللي يحب الشيخ، وفي النهايه نجمع على اننا في حاله جماليه وحاله روحانيه وفي حاله قرانيه وفي حاله دينيه انا ما شفتهاش الحقيقه. كنا بنحب كل حاجه حلوه، كل حاجه حلوه كنا بنحبها. ف بقرا الصحف مع الزملاء لقيت عقيدتي منزله خبر انا بعتبره من الاخبار المهمه، وفي الذكرى الثانية لرحيل هذا الرجل العملاق الشيخ محمد محمود الطبلاوي رحمه الله رحمة واسعة. كنت بحب هذا الرجل جدا وكانت علاقتي به غاية في الجمال الحقيقة. بتقول عقيدتي انه في حاجة اسمها المصحف المعلم للأطفال والكبار، ونقل هذا الكلام عن الأستاذ إبراهيم الطبلاوي ابن الشيخ محمد محمود الطبلاوي. خليني يعني بلاش اقرا الخبر، خليني اخد المعلومه من الاستاذ ابراهيم الطبلاوي يكون احسن وافضل. يعني انا بعز حضرتك طبعا لانه الوفاه بقى لها سنتين، لكن والدك هو والدي ورحمه الله عليه، يعني كان عزيز علينا جدا جدا فرحمه الله رحمه واسعه. الله يرحمه ويغفر له يا رب. واهلا بك يا استاذ جابر، انا سعيد ان انا بتكلم حضرتك النهارده، وسعيد على الكلام اللي حضرتك انت اتكلمت في المقدمه للعمالقه الكبار اللي كانوا يسعدونا دايما. الله يرحمهم ويغفر لهم كلهم، الله يرحمهم جميعا يا رب. اسماء كبيره وحاجات كده كانت ينفعونا فعلا، كان هنا كان يوم الجمعه دوت كان في برنامج للشيخ زاد طاهر كريم اسمه مسجلاتنا الخارجيه. صحيح. كان الارياف كلها وكانت كل البلاد تحضر فعلا الراديو بالحجاره زي ما حضرتك بتقول عشان تسمع الشيخ الطبلاوي يوم الجمعه. صحيح. عبد الباسط وكذا. صحيح. كانت ايام بصراحه بنستمتع فيها بهؤلاء العمالقه. انت عارف انا حضرتك بتكلمني انا بضحك ليه؟ لانه احنا صغيرين
كانت والدتي الله يرحمها كانت تكافئنا انه الشيخ الطبلاوي جاي عزا في البلد عندنا او بلد جنبينا. فكنا يعني يمكن ما حدش تفصيلات، كنا نستحمى ونلبس احسن لبس عندنا عشان رايحين نسمع الشيخ الطبلاوي. وانا عندي مثلا 9 سنين و10 سنين و12 سنه. ما شاء الله. انا كنت بروح مع الوالد انا عارف شفتك كذا مره، ده كذا مره بس يعني الـ الـ الوقت ده الوقت ما كانش بقى فيه سوشيال ميديا ولا حاجه ولا بتاع، فكانش الواحد فعلا ما هو هو ايامهم كمان كانت السوشيال ميديا لسه. لا صحيح، ربنا يرحمهم ربنا يرحمهم، هم في قلوبنا، هم في قلوبنا الحقيقه اكتر من السوشيال ميديا بكتير. الحمد لله عايشين لغايه دلوقتي. تمام. يعني انا حاسس ان الوالد الحمد لله يعني يمكن السوشيال ميديا ساعدت معاه الوقت الشيخ الطلاب تسمع دلوقتي كانك تسمع لاول مره. صحيح. صوت جديد، صوت بيلمع. صحيح. الله يرحمه. ربنا يرحمه. ربنا يرحمه. قول لنا بقى ايه الفكره الجديده بقى اللي انت عايز تقدمها للناس؟ والله انا سجلت للوالد المصحف المعلم من يعني منذ 15 سنه او اكثر. سجلت له واحتفظت بيه والى الان انا بدخل فيديوهات بظبط عشان ده مصحف معلم، يعني بجيب اطفال بيرددوا ورا الشيخ عشان نحرك الاطفال في تحفيظ القران وايضا للكبار. فالمصحف ده انا مش عايز اطلعه للعامه الا لما يخلص خالص، فبدات انزل جزء عامه وجزء طهاره بصوت الشيخ، وده مسجله يعني تسجيل مخصوص ان هو ده تسجيل مصحف معلم. يعني انا مره كده قاعد مع الوالد. تمام. فبقول له ما تيجي نسجل، قال لي عاوز اسجل مصحف ورش. قلت له لا، يعني انت عندك مصحفين مرتب فاحنا نسجل مصحف معلم. ده الناس تتعلم منه، وانت الشيخ طبعا انت عارف ما شاء الله برضه وتجويده ما شاء الله، يعني الناس بتتعلم منها زي الشيخ الحصري. يعني طبعا الشيخ الحصري ده صحيح رقم واحد في المصحف المعلم، او اللي عاوز بيحفظ على المصحف بتاع الشيخ الحصري. والله استجاب ليا، قعدنا نسجل فيه سنه ونص والله استجاب. ياه. والله. عملت له استوديو مخصوص واخدته يعني بدانا نسجل فيه تقريبا يوم ويوم كده يعني. والحمد لله ربنا كرمنا وخلصناه، وانا الوقت في مرحله التعداد بتاعته وان شاء الله ينزل على التوالي. خلينا متابعين معاك وانا بشكرك يعني لحاجتين، انك محب لوالدك وعايز يعني تبرز اخر حاجه انت عملتها معاه او افضل حاجه انت عملتها معاه ومصمم ان هذا. انا عاشق لوالدي يا استاذ جابر، مش محب. عاشق. انا عاشق لوالدي. وانا اصلا يعني كنت بمتلك شركه انتاج الكاسيت ايام ما كان الكاسيت. وكنت بنتج للوالد كل حاجه، يعني انتجت له المصحف مجود كامل. يا سلام يا سلام. حتى التسجيلات بتاعته اللي هو كان يا سلام الشركات اللي قبلية انا اشتريتها من الناس، يعني كان يعني في شركه موريفون وريس اسكندر طب انت في رساله كده عايز تقولها، عايز تقدمها، عايز تتكلم فيها، عايز والله في توجه حاجه خاصه بالشيخ؟ يعني انا بوجه رساله لاذاعه القران الكريم. ايوه. والاذاعه والتلفزيون. اذاعه القران الكريم الوالد من قبل ما يتوفى ب 10 سنين يمكن. ايوه. قال لي يا ابراهيم عاوزين ندي المصحف المرتل اهداء لاذاعه القران الكريم عشان تذيعه من ضمن الخمس قراء اللي بيذاعوا، الخمسه الكبار زي ما ففعلا انا عملت نسخه كويسه جدا وقدمتها وعملنا فيها اهداء للاذاعه. بس للاسف الى الان الاذاعه راكبه المصحف، حتى انا اتكلمت مع الاذاعه ومدير الاذاعه وكده، فقال لا المصحف لازم يتراجع على فكره، يعني المصحف ده متراجع. وقلت له برضه نفس الكلام. من الازهر يعني لو قلت صحيح اكثر من 50 مره يبقى قليل، يعني لان انا اصلا كنت شغال في الكاسيت والسي دي، فكل ما نيجي كل 5 سنين بنجدد تصريح الطبع عشان خاطر ننزل على سي دي او ننزل على ام بي 3 او ننزل على كاسيت. فبيتراجع من المشايخ من لجنه الازهر.
انا كنت فاهم انه 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 الوالد ليه مصحف مرتب في في اذاعه القران، كنت فاهم كده لانه من الكبار، من الكبار للاسف. وهم حتى الوقت لما بيفكروا، انا سمعت يعني قريب ان هم بيفكروا هينزلوه وسط خمس قراء، يعني هيكون من ضمن خمسه جداد خالص يعني اسماء لسه يعني كتير. بس انا بقول معلش الشيخ طباوي لا يقل حقك قيمة وقامه وحقه معلش ممكن اسال حضرتك سؤال؟ هو ممكن لو اي جهه اخرى طلبت منك تشتري المصحف ده مش هتبيعه لها؟ اكيد طبعا. وانت مش عايز الكلام ده، انت عايزه يتذاع في اذاعه القران الكريم بتاع بلدك. انا عايزه يتذاع بدون فلوس وبدون مقابل. يعني انا 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 يعني عاوز يعني اتذاع رغبه في رغبه الوالد نفسه يعني رحمه الله عليه. أنا لازم أجيب لحضرتك رد من رئيس الإذاعة في هذا الإطار بكرة إن شاء الله يكون معانا. لا لا لازم أجيب له، لأنه أنا يعني ممكن الناس تسمع دلوقتي وممكن حد يعرض عليك ده يقول لك طب ما نشتريه منك وبثمن وبثمن مغري وممكن حضرتك توافق، صح ولا لا؟ طبعًا طبعًا. بس يعني أنا يعني أتمنى إذاعة بلدنا إذاعة القرآن الكريم. وأنا معاك وأنا معاك، ده أنا معاك. يقعوا في وسط القراء الكبار الشيخ عبد الباسط حقه يا فندم، حقه من ضمنهم حقه. وده يعني يمكن في مشايخ من سجل المصحف ده اخذوا مقابل سجلوا في الاستاذ. لا حقه على طول، الشيخ سجله على حسابه في تمام. لا متفاهم تمام، متفاهم تمام. انا هتصل بحضرتك بكره او الزملاء يتصلوا بحضرتك بكره وهيكون لنا الرد في هذا الاطار مع الاستاذ رضا عبد السلام او الدكتور رضا عبد السلام رئيس الاذاعه. واتخيل انه ذات القران الكريم، واتخيل انه لازم يكون في رد في هذا الاطار بما يعني نعهده من رئيس الاذاعه والاستاذ ذات القران الكريم في هذا الاطار. انا بشكرك استاذ ابراهيم الطبلاوي ابن او نجل الشيخ الفاضل الراحل محمد محمود الطبلاوي، وربنا يزيدك محبه في والدك، يزيدك محبة في القرآن، ويزيدك محبة في انك يعني بتحاول بقدر الامكان، والاخر عمل انت بتعمله مع والدك انه يصل للنور. دي حاجة جميلة وحاجة محترمة، ناس متربية، ناس متربية والله. بشكرك استاذ ابراهيم الطبلاوي. في حملة كده اسمها النفس. ايه بقى النفس دي؟ احب اقول الطلبة بتوع الجامعات ولاد كده مع بنات مع دكاترة يعملوا حاجة لطيفة كده. ففي حملة كده اسمها نفس، المراهقين والمشاكل النفسية اللي بيمروا بيها، الحملة دي بتوعيهم ازاي تخرج من الضغوطات اللي انت او الضغوط اللي انت بتتعرض ليها كل يوم، تنمر، إحباط. نزل 12 طالب من سنة تانية كلية الإعلام جامعة القاهرة، استهدفوا المراهقين دول في الإعدادية والثانوية. طب الحملة دي عايزة تعمل إيه؟ زي ما هم بيقولوا كده باللغة، ويعني تعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم، مقدمة لهم الدعم النفسي ومناقشة العديد من القضايا النفسية من التنمر والإزاء البدن واضطرابات الأكل والذكورية السامة والتمرد والاكتئاب. حلو قوي الكلام ده. اعتقد المفروض في حد يكون متحدث باسم الحمله، صح كده يا شباب؟ زهره اسماعيل احد مؤسسي الحمله وطالبه في كليه الاعلام. نفس ازيك يا زهره؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله. انت سامعاني كويس؟ طيب انتوا عايزين تقولوا ايه يا زهره من الحمله؟ حضرتك الحمله الصوت صعب يا شويه يا شباب، الصوت صعب يا زهره، مش سامع كويس. ممكن تغيري المكان؟ تمام تمام تمام. زي ما قلت لحضراتكم كده، الخلطه اللي ما بين الطلاب طالبات الاساتذه الدكاتره عميده الكليه رئيس الجامعه، وبعدين بعد كده بنخرج للمواطن العادي او نخرج للشارع عشان نقدر يعني نحدد بالظبط احنا عايزين نعمل ايه.
الحملات دي مهمه جدا على فكره، مش اي حاجه تتعمل كده. وانا مبسوط بالحاجات اللي هي بتاعه التخرج بتاعه الطلبه، في طلبه كتير جدا دلوقتي بيعملوا يعني مشاريع تخرج الحقيقه بيبقى فيها نوع من انواع ضخ دماء المعرفه في المجتمع. زهره معانا تاني؟ سمعان يا زهره؟ طيب اتفضلي. عايزين ايه من اللي انتوا بتعملوه؟ حضرتك عايزين نوعي الاطفال ايوه اللي في سن المراهقه بالمشاكل الطبيعيه اللي بتحصل لهم، انها لازم طبيعيه. احنا دلوقتي المشكله ان في الاهل شايفين ان اللي هم فيه ده فتره صعبه، وان احنا لازم نشدد عليهم وان ما يعرفوش اي حاجه عن اللي هم بيمروا بيه. في اطفال بتمر بالاكتئاب، تمام، في اطفال بتمر باضطرابات بيحصل لهم في اضطرابات الاكل. انا شفت حاجات وشاهدت عليها، والحقيقه ما كانش بيحصلوا على اي دعم. كانت الاهل كانوا بيشتكوا بس ما كانوش بيساعدوا في حل اي مشكله خالص. زي مثلا في فتره المدرسه انا كنت كان ليا زميلتي كانت بتاذي نفسها جسديا، كانت بتعبر نفسها. ده كان يعتبر يسمى الإيذاء النفسي اللامتحاري، ده مقدمة للانتحار. يعني الحاجات دي فعلا محدش يعرف أسبابها إيه، بتبقى أسبابها مختلفة كتير جدا. كويس. ومحدش بيساعدهم إن هم يوصلوا لعلاج حقيقي. ومن ضمنهم برضو اضطرابات الأكل. تمام. اللي بياكل كتير مثلا، أو اللي ما بياكلش خالص، أو اللي بياكل وبيجيله ندم إن هو كان. دي حاجات كتير قوي المراهقين ما يعرفوش عنها، وفتره الاهل بس هم اللي كويس. اللي انتوا بتعملوه ده بيبقى له نتائج في الاخر؟ يعني انتوا هتتوصلوا لنتائج امتى؟ بتوصيات معينه ده امتى تعملوا ده؟ هو الفكره ان احنا بناكد المعلومات اللي احنا بنجيبها من الدراسات العلميه، أيوة. عايزين نتاكد منها من الدكاتره، بس احنا ما حدش يعني ما فيش مساعده متوفره قوي من الاخصائيين تمام. دي نفسنا في جهه تساعدنا تشرف علينا تدعمنا بمعلومات يبقى متوفر لنا. طب ممكن يا زهره تتابعي معانا، يعني خلي زملائنا في الاعداد يتابعوا معاكي، ولو انت عايزه توصلوا او الحمله عايزه توصل لدكتور معين او لطبيب معين او لا يعني او نبقى في اطار وزاره الصحه، ما فيش مشكله نوصلكم لوزاره الصحه وتتعاملوا في هذا الاطار لو ده يروق لكم. بالظبط، هو ده اللي احنا بنوصله بالظبط علشان الناس تعرف. انا بركز على فئه المراهقين. حلو قوي، حلو قوي، حلو قوي. طيب انا يعني هطالبك انك انت تسمعي المداخله اللي جايه دي، لانه يمكن في نفس الاطار اللي انت بتتكلمي فيه يا زهره. وبشكرك شكر جزيل الدكتوره ايمان جابر مدير اداره الاطفال والمراهقين بالامانه العامه للصحه النفسيه بوزاره الصحه. احنا جت مع بعضيها كده، هي متضفره الحمد لله من عند ربنا. يا دكتوره ايمان ازاي حضرتك يا فندم؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. حضرتك سمعت زهره وهي بتتكلم؟ ايوه. طيب ممكن تقدموا لها ايه او تقدموا للمجموعه دي ايه؟ طيب هو الحقيقه ان انا الاول عايزه اشكرهم الحقيقه على وعيهم، وان هم بوزيتيف وبيحاولوا ياخدوا خطوات حقيقيه ان هم ممتاز. يغيروا يعني كويس. والحقيقه ان ده متماشي مع الفكر اللي احنا بنحاول نعمله. يمكن الحمد لله ان احنا يعني النهارده قدرنا من خلال حضرتك ان احنا نتواصل. الحقيقه ان احنا من اول شهر 7 اللي فات واحنا عاملين حمله لدعم نفسي للمراهقين او الصحه النفسيه للمراهقين. ايوه. وكان جزء من الحمله موجه للمراهقين نفسهم، ان احنا بنعلمهم برامج حاجه بنسميها دعم الاقران، ان انا بعلم المراهق مهارات بسيطه قوي، العاب بسيطه يعلمها للاخرين. الحقيقه ان المهارات دي هدفها الاساسي ان انا احاول اقلل فكره ان هو يقع في مشاكل نفسيه او اضطرابات. الوعي طبعا حاجه مهمه جدا، ان انا اوعي الناس بكل فئاتها ايه هي الاضطرابات، امتى يروحوا المتخصصين. مش عايزين طبعا نحمل على المراهقين ان هم ياخدوا خطوات في دعم الناس اللي عندها اضطرابات نفسيه، لان هم ممكن يكونوا مش مؤهلين لده. لكن اللي هم زهره بتقوله ده حاجه مهمه قوي، ان انا ازاي يبقى في ثقافه ايه هي المشاكل النفسيه، ايه التدخلات البسيطه اللي انا ممكن اعملها، امتى اروح لحد متخصص، يعني ايه حد متخصص. كل دي حاجات مهمه قوي ان الشباب يعرفوها. طب ممكن المجموعه دي تقعد مع حضرتك؟ طبعا يا يعني شباب ممكن توصلوهم لبعض، يعني توصلوا زهره والمجموعه بتاعتها
يحصل. اشكركم على طول على طول بهجوم ساحق. هيحصل يا فندم هيحصل. وكمان هم كمان الحقيقه جامعه القاهره كمان عندهم مركز دعم نفسي احنا عاملين معاه تواصل. تمام. كان المفروض ان احنا بنحضر عشان نعمل حاجات في الاجازه، فممكن طبعا كمان من خلال مركز دعم النفسي جوه الجامعه واحنا وهم نعمل حاجه ان شاء الله يا رب تبقى مفيده للناس يا رب. ممكن تخلينا معاكم في الاطار لو اطار الاعلامي يعني انجاز التعبير، لو في حاجه من عندي قبل العندي بالنسبه لانه احنا برضه ما احنا عندنا ولاد في نفس السن محتاجين احنا كمان نشوف نعمل ايه معاهم لو تعرضوا لمثل هذه الامور، ابني او بنتي او بنت حضرتك او ابن زميل لينا في الاعداد او ابن زميل لينا في الاخراج او وهكذا، يعني ممكن نتعاون في هذا الاطار اعلاميا لو حضراتكم عايزين يعني. لا ده شيء يشرفنا الحقيقه، ان هو يعني احنا دايما يعني انا لو قعدت اتكلم 10 20 100 حضرتك بحلقه واحده هتخاطب عدد اكبر بكتير، فلا طبعا اكيد وجودكم مفيد يعني يا ريت، ده شرف لينا الحقيقه يعني. الحقيقه احنا كمان عاملين ان شاء الله اخر الشهر ده مؤتمر علمي. ايوه. لطب نفس الاطفال والمراهقين في محافظه البحر الاحمر. وعاملين على هامش المؤتمر. أيوة. توعيه للجمهور، يعني هيبقى في قاعه بتشتغل. أيوة. دايركت مع الجمهور، وهيبقى في قاعه شغاله مع المراهقين. ده مهم قوي دي، مؤتمر علمي للطب النفسي للاطفال صح كده؟ والمراهقين. بالزبط. والمراهقين. ده المؤتمر الثاني للامانه العامه للصحه النفسيه لطب نفس الاطفال والمراهقين. تمام تمام. انا تسمحي لي لو مش هضايق حضرتك الزملاء يتابعوا مع حضرتك ولو نقدر نعمل اي حاجه في هذا الاطار لتهيئه الناس ان هم يعني يقابلوا التحديات الجايه بكل صلابه وفي نفس الوقت يبقى عندهم وعي نفسي مهم جدا، وعي صحي مهم جدا، ووعي يعني وطني انجاز التعبير للمشاكل اللي تقابلهم في الفتره الجايه دي، يبقى كتر خير حضرتك يعني. يا ريت يا ريت. خلاص يا فندم. كمان لاولياء الامور ان شاء الله يا رب. باذن الله، احنا مع حضرتك تماما، وزي ما الزملاء في الاعداد يعني توصلوا لحضرتك في هذا الامر، انا بكل احترام وتقدير بنمد ايدنا ولو ممكن نساعد في هذا الاطار. دكتوره ايمان جابر مدير اداره الاطفال والمراهقين بالامانه العامه للصحه النفسيه بوزاره الصحه. يا جدعان احنا بنتكلم في حاجات يعني اما بنبدا مع الطفل نبدا نقول له ايه الحكايه بتفرق معنا كتير. يعني الدكتورة إيمان جابر دي سكة تانية خالص، الإدارة اللي هي فيها سكة تانية خالص، سكة مهمة قوي 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 لو اهتمينا بيها حتى إعلاميا وظهرناها لحضراتكم. عندنا كلنا مشاكل في هذا الإدارة. خلينا هاخد فاصل أخير صح يا شباب ونرجع بقى للفقرة الخدمية في هذا الإدارة. عدنا لحضراتكم. الفترة اللي احنا فترة رمضان اللي احنا ما كناش متشرفين بحضراتكم فيها الحقيقة سواء الواتساب او الصفحة بتاعت البرنامج او الاخر يعني تقريبا 131 مشكلة. انا بكلم حضرتك 131 مشكلة بعد الفرز، يعني بعد احنا بيوصل لنا مثلا مئات المشاكل. احنا بناخد اللي هم ممكن ان احنا ناخدهم ونعرضهم على الجهات المعنية 131 مشكلة. فتخيل حضرتك بقى 131 مشكلة والزملاء الموجودين وبنعرض على المشاكل احنا يومين في الأسبوع، فبالتالي احنا بنحاول بقدر الإمكان نوزع توزيع عادل على جهات المشاكل لأن معظمها إسكان، يعني معظم المشاكل إسكان. في يليها قطاع الصحة يعني على المحليات بقى، المحليات دي بقى فيها حدث ولا حرج بقى، واحد عندها مشكلة في كشك حضرتك عم بتبعتي لي واتساب كتير والله يا فندم من اللي عندي قبل اللي عندي وهكلم حضرتك او اخلي حد من الزملاء اكلم حضرتك. في واحده لها كشك في المرج، في استاذ او 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 مواطن ليه حاجه في اليوب وقال لي عليها من 5 ايام، قلت له ما نرجع هكلم حضرتك، وعد ان انا اكلم حضرتك تاني واخلي حد برضه تبع ده. مشكله كشاك، مشكله محلات مقفوله، مشكله كذا، انا في المسائل اللي زي دي والله خاطركم على راسنا من فوق، واحنا ما نقدرش نتجاهل اي حد، لكن بقدر الامكان احنا بنتجاوب مع المتاح عندنا. طيب السيده ليلى عبد العزيز قالت لزملائنا الاستاذ ابراهيم الطيب والاستاذ محمد سامي والاستاذ النجم. طيب يا سيدي النجم محمد سامي ماشي حاضر، ده كده هيلعب كوره مش هيشتغل.
وزميلنا العزيز عبد العليم وزميلتنا سلمى كلهم على راسي من فوق يعني بيبذلوا مجهود كبير في هذا الاطار. خش بقى على اسلام وبعدين هشام وبعدين ال 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 ايه يا ريس؟ لا طارق بقى هو البلوره كلها، طارق الاخراج بقى والكده. السيده ليلى عبد العزيز بتقول انها طلعت على المعاش من سنتين ونص لكنها لحد النهارده ما صرفتش المعاش، خلي بال حضراتكم سنتين ونص، سنتين ونص. محمد سامي بقى اشتغل. هي معانا؟ طيب يا حاجه ليلى. نعم ازيك يا ابني؟ روح الله يبارك لك. ازيك يا امي؟ يكفيك شر المرض. عامله ايه؟ ما تتحوج ابدا. لا ادعي بقى الحمد لله يا حبيبي. ادعي لحبايبي في الاعداد بقى هم اللي قالوا دلوقتي. ادعي للاستاذ اللواء جمال عوض رئيس هيئه المعاشات. ياه يبارك لك ما يشوف مرض ابدا في حياته يا سياده اللواء جمال. ربنا يبارك لك يا سياده اللواء، ربنا يصلح حالك. وادعي للاستاذ عبد الرحمن صلاح. عبد الرحمن صلاح، عبد الرحمن صلاح الله يكفي شر المرض هو واهل بيته وما يشوفوا المرض ابدا. يا جميل وادعي لحضرتك يا استاذ جابر. ادعي لا زملائي في الاعداد هم اللي لا زملائي في الاعداد هم اللي قاموا بالواجب يعني. الله يبارك لك. ايه بقى مشكلتك يا ست ليلى؟ محمد سامي يكفيه شر المرض ولا انت ست جميله ويفرحه باولاده ويهدهم له. وادعي لكل حبايبك اللي معاك كلهم ما شايلونيش هم، شالوا من عليا هم كبير يا حبيبي. اشكرك يا ابني، اشكرك 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 ويكفيك شر طريقك يا استاذ. قولي لي ايه المشكله يا امي؟ المشكله يا حبيبي ان انا طلعت معاش. انا قالوا لي جه لقوا البطاقه القوميه دي، انا كنت الاول عامله البطاقه اللي هي الورقيه اللي هم الاهلي عملوها لي من وانا لسه اول مره اعملها. فطلعت على كده اللي هي الورقه البركيه على 59. بعد كده بصيت لقيت لما الكمبيوتر طلع البطاقه اتغيرت بقت 57. رحت قلت للاستاذ اللي هو مسؤول عندنا في الشغل لو سمحت دلوقتي البطاقه كذا كذا ال 57. قال لي بص يا ليلى. قلت له نعم. قال لي انا هحاول اطلعك على بتاعه 57 دي على 1917 حضري لي ورقك. ده من اول السنه رحت محضره الورق وكل حاجه وخد مني ومضاني على الاستمارات وكل حاجه. بعد كده راحوا قال لي ايه استني بقى ما نشوف هيعملوا ايه المعاشات. بعت للمعاشات قالوا له لا غلطه الكمبيوتر مالناش دعوه بيها. احنا مالناش دعوه بالبطاقه. احنا خليها السنتين فتطلع 1919. بس قلت له يا استاذ منير هو ده اللي هينفع؟ قال لي رحت راجعه تاني وقعدت في شغلي واشتغلت عادي. جيت طلعت من الشغل والله يا ابني سنتين ونص ما لاقي قرش ولا خدت ولا قرش. ويعلم بيا ربنا جوزي راجل من مواليد 42 بياخد معاش قليل بيصرفه على مرضه. وعندي بنت معاقه وعندي بنت جوزها سايبها رميها اللي هي المعاقه دي. وبصرف مش عارف اصرف يعني. اللي انا خدتهم وحياتك يا رب وحياه الايام المفترضه سددتهم دنيا ابني. فرحت كنت ده انا بشكرك ان انا ما متش وعليا دين وسبت البنتين دول يتبهدلوا. بشكرك وبشكر كل اللي ساعدوني. بشكرك يا ابني يكفيك شر المرض ويكفيهم شر المرض وكل من ساعدني يفرح قلبي ربنا يفرح قلوبهم. والله يا ابني انا فرحانه قوي 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 والحمد لله الحمد لله. اشكركم يا اولادي اشكركم. طب انت يا خير برضه صرفتي خلاص المعاش؟ الحمد لله الحمد طيب. لله الحمد لله يا ابني. يعني في اي معوقات بالنسبه لك في المساله دي ولا الدنيا ماشيه تمام؟ لا الحمد لله ما فيش حاجه، بركه فيك وفي ربنا. طيب ربنا لو في اي حاجه يا امي. انا عندي بقى مشكله. ايه قولي لي؟ بتاعت بنتي. قولي لي يا امي. بنتي دي بقى معاقه واتجوزت من بقالها النهارده بنتها عمرها 13 سنه. ابوها ما يعرفهاش، اول ما اتجوزها عشان مرضها رماها. وسابها ولا وخد شقتها وعفشها جايباه بالقسط من ثالث شهر متجوزه. شوف عفش عروسه انت عارف بنجيب ايه وبنتدين لايه. والله يا ابني خد عفشها
عفشها يعني ما رحنا يا دوبك نزلنا لتحت انا وهي وديها للدكتور واجي بصيت لقيته قافل الشقه بمفتاح اجي افتح ما بيتفتحش. يعني الناس مش الناس ولا حد سال فيا. رحت واخده بعضي واخداها وراجعه تاني لحد النهارده يا ابني اشتكيته في المحكمه طلع لي 450 جنيه مع انه بيشتغل موظف وبيطلع من الوظيفه يشتغل شغله تاني ومرتباته ممتازه وعشان طيب هقول لحضرتك حاجه. نعم هقول لحضرتك حاجه عشان احنا بنتكلم على طرف وفي طرف تاني مش معانا. خليني عشان برضو اكون يعني ضميري مستريح هخلي الزملاء دلوقتي وانت خلاص ده انت امنا بقى يعني خلاص ولادك بقى كلنا فاولادك في الاعداد هيتابعوا معاكي في الموضوع ده ونشوف نقدر نحله ازاي ونقدر نتواصل مع الطرف التاني ازاي عشان ما نبقاش نتكلم على الطرف التاني وهو مش موجود لان ده مش يعني الحقيقه مش عايزين ده يبقى العاده بتاعتنا يعني فهنشوف ونشوف طريقه حلها وانا متاكد ان احنا هنوصل لحل في هذا الاطار باذن الله ان شاء الله. انا يعني خلاص يا شباب ممكن تتواصلوا معاها في هذا الموضوع وفي يعني لما الاقي مشاهد عنده مشكله وفي جهه احنا بنتوجه ليها عشان تحل المشكله دي. أنا الحقيقة أدي الصفحة قدام حضراتكم تاني. إحنا مش بنهمل ولا مشكلة بنهملها ولا أي حاجة بنهملها في هذا الإطار. الصفحة موجودة قدام حضراتكم ابعتوا عليها حاجات جات لنا على الواتساب أو ليا أنا وزمايلي بنتعامل عليها. اللواء جمال عوض أنا معرفوش شخصيًا لكن خليني أشكر حضرتك ممتن جدًا لأن إحنا تقريبًا مش عارف محمد سامي صحح لي ده ولا لأ. إحنا تقريبًا معظم المشاكل اللي بتواجهنا فيها للمعاشات الراجل حلها بنسبة 100% حل. بالنسبة لنا عبد الرحمن صلاح في الإعلام ماسك الإعلام في هذا الملف في المعاشات إيه الجمال اللي إحنا فيه ده؟ يعني أنا ألاقي مسؤول بيقوم بالهمة دي فلازم أشكره لازم أحترمه لازم أقدره وأتمنى يعني لأن إحنا في النهاية إحنا بنجدنا المشكلة بنعرضها هو بيبحث وبتعمل لكن الراجل الحقيقة احنا من يوم ما اشتغلنا من اول 3 مارس لحد النهارده احنا ما عرضناش عليه حاجه ورجعنا ايدنا خايبه. دايما بيرجع يعني بيحل المساله وبيشوفها وفق الاطار ونحل مشاكلها القانونيه، يعني هو برضو كان ممكن يتعنت في موضوع السيده ليلى عبد العزيز امنا اللي كانت بتكلمني من شويه قال لا احنا هتصرف وكل حاجه وبتاع بس نحل المشاكل بقى القانونيه، ده امر الحقيقه ونعمة الموظف اللي ماسك ملفات مهمه اللي محتك بالناس فانا بشكرك سياده اللواء جمال عوض رئيس هيئه التامينات والمعاشات صح كده وزميلنا العزيز عبد الرحمن صلاح مسؤول الملف الاعلامي في هذا الاطار بشكركم بجد شكر جزيل وباذن الله ختامه بالطريقه اللطيفه دي ست ليلى عبد العزيز ان شاء الله باذن الله بكره هيكون لنا كلام مهم في قضية مهمة أو في قضايا مهمة نتمنى إن احنا نلقاكم بكل خير وصحة وسعادة تعظيم تحريم وتقدير واحترام لأنه في النهاية خاطركم على راسنا من فوق. نشوف حضراتكم بكرة بكل الخير. تصبحوا على خير.